السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله راح نبلش بالمعادلات اللوغاريتمية. المعادلات اللوغاريتمية أصدقائي الطلبة هي أحد أنواع المعادلات. طبعا يوجد عدة أشكال لهذه المعادلة، إن شاء الله راح نتناقش فيها بالتفصيل الممل في هذا الدرس. أول خطوة، لو جيت كتبت لوغاريتم 3x يساوي 3، معناتها هذا قد ايه؟ اكس، انتبه علي، نقول 3 اس 3 هذا قد ايه؟ انه الاكس تساوي 27. مثال اخر، لو جيت كتبت لك لوغاريتم 2 4 هذا قد ايه؟ اكس تساوي 2 اس 4 ويساوي 16. إذن هذا شكل من أشكال المعادلة اللوغاريتمية، هذا شكل من أشكال المعادلة اللوغاريتمية. طيب لو جئنا كتبنا لوغاريتم 3 يساوي 4، هذا يؤدي إنه 3 يساوي إكس أس 4، ومنه جذر الرابع لثلاثة يساوي إكس، يعني جذرت الطرفين فورا. هذا الشكل من أشكال المعادلات اللوغاريتمية. طبعا هذا شكل، رح أنتقل معكم لشكل آخر من أشكال المعادلات اللوغاريتمية عندما يكون عندي لوغاريتم يساوي لوغاريتم وليس لوغاريتم يساوي عدد. مثال بسيط، لو كان عندي لوغاريتم 2 إكس زائد 3 يساوي لوغاريتم 2 5، بكل أريحية فورا بكتب x زائد 3 يساوي 5، ومنه ال x تساوي 2. نقلت بس 3 للطرف الثاني مع تغيير الإشارة، أصبحت لو x تساوي 2. هلا لو جيت أخذت مثال آخر على هذه المعادلة، كتبت لوغاريتم 2 x مربع زائد 7x يساوي لوغاريتم 2 ناقص، عفوا، زائد هون ناقص 7x ناقص 12. مثال بسيط جدا، منقول فورا x مربع ناقص 7x يساوي زائد 12، ومنه x مربع ناقص 7x ناقص 12 يساوي الصفر. طبعا هذه المعادلة يتم حلها عن طريق دلتا. طبعا هون الدلتا أبسط شيء، ولذلك راح نكمل بإذن الله تعالى بباقي التمارين. هلا بعد ما خلصنا من لوغاريتم يساوي لوغاريتم، لوغاريتم يساوي عدد، الشكل الثالث هو الشكل الأهم. لو جيت كتبت لك لوغاريتم مربع x ناقص 10 لوغاريتم x زائد 80 يساوي الصفر. ركز معي، هون التربيع مو للx، هون التربيع لللوغاريتم، فأصبحت هذه معادلة من الدرجة الثانية، تحل بالشكل y تربيع ناقص 10y زائد 80 يساوي الصفر. بدي عددين مجموعهم 10 وجداهم 80، اللي طبعا بتحل عن طريق دلتا، تحل عن طريق دلتا. فبنقول دلتا يساوي ب تربيع ناقص ناقص 10 للتربيع ناقص 4 ضرب 1 ضرب 80 100 ناقص 320 يساوي سالب 220، مستحيلة الحل في مجموعة الأعداد الحقيقية. هاي حليتها. طيب لو فرضنا نغير السؤال، لو جينا أخذنا لوغاريتم تربيع x ناقص 20 x لوغاريتم x زائد 100
يساوي صفر. بنتبه انه لوجاريتم المربع هو نفس لوجاريتم اكس، طبعا بهيك حاله تحل عن طريق اما دلتا او عن طريق المجموع الجداء، عددين مجموع العشرين جداء مية طبعا هو العشرة مع العشرة. اذا لها حل واحد منهم لوجاريتم اكس يساوي العشرة، انتبه لوجاريتم اكس يساوي العشرة ومنه اكس تساوي عشرة اس عشرة، هو هذا الجواب. بهذا الشكل بكون خلصت المعادلات اللوغاريتمية. شكرا لكم، يعطيكم الف